سرقة منها للفندق معها زوز جيرانها هنا وشادينها في يدها، هم ركبوا وهي خافت من السلم جبت ديدها، هم صعدوا للسلم وهي قاعدة تلوطة، هم رقوا للسلم ورجعوا توقيت تقريبا قالوا من 5 لـ10 دقايق نزلوا ما لقوهاش. قلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا في هذا المساء خبر وفاة الحاجة برنية الثابت التي فقدت خلال هذا الموسم، موسم الحج لهذا العام في السعودية.